ذكرت الصحف الفنية أنه حفلتين منفصلين حدثوا مؤخراً بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية شيكاغو، والحفلتين ما كانوا كتير بعاد عن بعضهم بالمسافة. الحفلة الأولى كانت لللبناني فارس كرم، والتاني للمصري تامر حسني. ذكر بالمقال أنه الحرب كانت ولعانة بين المنتجين المسؤولين عن الحفلتين، وأنه الحفلة اللي قام فيها فارس كرم جمعت تقريباً 1600 شخص من لبنانيين وعرب مقيمين بأمريكا، بينما جمعت حفلة تامر حسني 500 شخص بس. وبيكمل كاتب المقال وبيقول إنه فارس كرم هيك بيكون غلب تامر حسني وحفلته تعد الأنجح. وبيرجع بيكمل وبيقول هل بيجوز إنه تكون المنافسة بهالطريقة؟ مع إنه كان ممكن يتركوا مجال للناس يحضروا الحفلتين لو تركوا بين الحفل أو التاني يوم أو يومين.